شرائح الباذنجان مع الخبز المحمص، تكفي 4 أشخاص. المقادير: حبتان باذنجان متوسطتان مقطعتان إلى شرائح، قطعتان خبز باجيت مقطعتان إلى شرائح، 4 ملاعق طعام كزبرة طازجة مفرومة ناعما، 3 فصوص ثوم، 5 ملاعق طعام زيت زيتون، فلفل أبيض حسب الرغبة، ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: ندهن مقلاة شوي بملعقة طعام زيت زيتون ونصف فيها شرائح الباذنجان، ثم ننثر عليها الملح والفلفل وندهنها بملعقة طعام أخرى من الزيت ونشوي شرائح الباذنجان لمدة 3 دقائق لكل وجه، ثم ننثر عليها رشة ملح ورشة فلفل وننقلها إلى طبق. نسخن في نفس المقلاة ملعقة طعام من الزيت ونصف فيها شرائح الخبز وننثر عليها مقدار ملعقة طعام من الزيت ونحمصها لمدة 1 دقيقة لكل وجه، ثم ننقلها إلى الطبق. نهرس الثوم مع ملعقة صغيرة من الملح في المدقة والهاون، ثم نضيف له الكزبرة الطازجة على دفعات مع متابعة الهرس، بحيث نضع ملعقة طعام من الكزبرة في كل دفعة. نضيف إلى الثوم والكزبرة ملعقة طعام زيت الزيتون والفلفل الأبيض ونتابع الهرس. نقوم بصف شرائح الخبز في طبق التقديم ونضع شريحة باذنجان فوق كل شريحة خبز ونوزع فوقها خليط الكزبرة والثوم ونقدمها.